يعني اعتقد القرعه النهارده بتشهد انعكاس مهم جدا، وهو المحاوله الجاده في تطوير صناعه كره القدم المصريه، لان صناعه كره القدم المصريه هي رائده في الاسواق الافريقيه والعربيه، واهم مسابقه في هذه الصناعه هي بطوله الدوري المصري، وبالتالي ان كان في محاوله جاده للقضاء على تلاحم المواسم المتتالي اللي استمر الاربع سنوات متتاليه، وكاد ان هو يفقد كره القدم المصريه اهم اصل من اصولها وهو اللعيبه. يمكن النادي الاهلي كان حريص انه يدعم هذه التجربه بشكل قوي جدا، لان النادي الاهلي دايما عنده مسؤوليه تاريخيه تجاه المسابقات الوطنيه، ودايما ده دور النادي الاهلي انه بيدعم كل خطوات الاصلاح. يمكن تنظيم الاجنده بشكل متميز زي ما اتعرض دلوقتي، نامل ان هو ان شاء الله ياتي بثمار ايجابيه على كره القدم المصريه. هي حاجه استثنائيه بالنسبه للكره المصريه، بدايتها كانت نظام المسابقه استثنائي ونظام الهبوط استثنائي، فبالتالي القرعه النهارده بصراحه حاجه مشرفه وحاجه كويسه للكره المصريه. يمكن دي هتبقى البدايه الحقيقيه ان احنا نشتغل كره صح. الاسماعيلي نادي طبعا عريق ومحترم ونادي جماهيري زينا، مواجهه طبعا في غايه الصعوبه. نادي الاسماعيلي طول عمره السمسميه والكره الجميله اللي احنا بنحبها، والاسماعيلي زيه زي اي فرقه. احنا مشكلتنا في حاجه، ان احنا بنلعب على الثلاثة بونت بره جوه. غزل المحله دلوقتي بيلعب على الثلاثة بونت، لان البطوله بتقول كده، نظام البطوله بتقول ال 17 ماتش 17 ماتش كاس مش 17 ماتش دوري.